لغايه المقبره، عندي 39 مقبره جوه مفتوح منهم للزياره اربعه، فدي عندي 245 سجاده. خلينا استاذن حضرتك بس نتعرف على المكان. بتصور مناظر ملونة تمثل الحياة اليومية، كل حاجات كانت بتحصل في الحياة اليومية بتاع مصر القديمة، من زراعة، من صناعة، من حصاد، من حصاد، من خبز، من ألعاب رياضية، قبل الإصرار حتى العصور الإسلامي، وعشان كده عندنا تنوع ثقافي كبير في مصر. بيحصل استراليه دي رقم واحد، ثم سياده منطقه بني حسن. بني حسن لانها السجل الوحيد لاثار للاثار اللي هي عصر الدوله الوسطى موجوده بس هنا في بني حسن. ايوه، لان هم اسرتين في المقبره. المقبره عباره عن صاله كبيره جبل كان بها ست اعمده على هي على هي نبات القدس البرعي والنبات الامن الفتح. الاعمده دي يا فندم موجوده في الجبل، يعني مش معموله بره وجايه من فوق. جزال مصور بكثره بالصف الاول، وادي الشباك اهو ناصب شباك، وعمليه صيد الصحراء. صيد الصحراء هنبدا هنا الصف الثاني، بدايه حلاقه الشعر وجنبيها حلاقه الدقن. وكان في احترام للصنعة يا فندم، فلاقي الحلاق قاعد على كرسي محمد كبير مفتشين اثار المدينه الشماليه. احنا النهارده موجودين في مقبره اثار بني حسن عقب زياره السيد الوزير محافظ المنيا للمنطقه، ووجه سيادته بتسديل كل الصعوبات لخدمه السياحه المتواجده على المنطقه وتوفير كل السبل ليها، لان زي ما احنا عارفين ان منطقه اثار بني حسن من المواقع الاثريه الهامه. بعد اسم صلاح الروماني عندنا خمس صفوف من المناصر يمثلوا جميع حركات اللعبه، والحق كله داخل اطار فنون القتال والدفاع عن النفس والتدريبات العسكريه، بالاضافه الى مناظر للعلاقات الاسريه والمهام المهنيه لصاحب المقبره، بالاضافه الى صناعات مختلفه صناعه كمخازن متحفين. يعني لو اتعملت حضرتك بكريم وتعمل احنا عندنا الحفايات هنا في العماده بدات من 1845، من 1977 دي بس انت لسه شغاله مستمره لحد دلوقتي. وده ماكينه المقبره الملكيه حضرتك برضه، مقبره الملك نفسه. دي اللي موجوده 24 في مصر. احكي لي دلوقتي يا باشا. دلوقتي. بس دي فن من جوه الجبل نفسه، يعني بعيده 13 كيلو او 15 كيلو بالعربيه. بعد كده لما تم اكتشافها سنه 2019 اكتشاف واحد من الاستاف اللي كان رئيس هيئه الاثار كان فرنسي، ففكرنا الاول مع بس ان هي زي شبه وديعه معابد